سبعة من المسلسلات اللي شفتوها اكسكلوسيف شبكة تلفزيون الحياة في رمضان اللي فات هو مسلسل لعبة إبليس اللي كان من بطولة يوسف الشريف. تعالوا مع بعض نبارك ليوسف الشريف على النجاح الكبير جدا لمسلسل لعبة إبليس. دايما براهن على المشاهد العربي وما بخافش ان انا اقدم حاجة جديدة واقدم حاجة مختلفة والحمد لله يعني المشاهد العربي دايما ما بيخزلنيش يعني دايما مع كل تجربة جديدة بيبقى فيه كلام كتير ان لا والناس مش هتحب ده ويعني اللي هو خلينا في السيف سايد احسن ولا انا بصمم وبعمل مجهود على قد ما بقدر والحمد لله يعني رد الفعل انا كان بالنسبه لي يعني مبسوط جدا ومنبهر ومخضوض في نفس الوقت كل حتى الاستفتاءات اللي طالعه حاجه الحمد لله مبسوط بيها ومتشرف بيها جدا. طبعا في مخاطره ما فيهاش كلام في ان انا مغير شويه ان مش بادي بلغز زي كل سنه ان الموضوع هو الموضوع مش سسبنس يعني هي جونر تانية جايز تطور للسسبنس شويه اللي هي الجونر الكاتم ماوس هي حاجه ما بيبقاش فيها لغز قد ما بيبقى فيها حكي بطريقه معينه وبتعتمد على التويستات حتى في التكنيك اللي بتتحكي بيه الحدوته ما بيبقاش فيها مساعده جايز من حكاية توتر المشاهد اللي جاي عن طريق الموسيقى التصويرية والإخراج الضلمة اللي فيه تفاصيل وبيوترك من قبل ما الحدث ما يحصل لا هي الحكاية بتحكي بشكل طبيعي خالص وجايز الكادر منور وانت متابع الحدوتة وفجأة تلاقي مفاجأة حصلت هي التطور جايز للسسبنس يعني بس في الآخر هي حاجة جديدة ومخاطرة والحمد لله ان ربنا وفق فيها انت عايز تقتلني؟ والله انت صعبان عليا كنت فاكر ان واحده بتشتغل موظفه عندي زي مروه هتعوم على عومك وتمشي ورا واحد اهبل وحاقد زيك انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه وما يهمنيش اني اعرف عايش ميت مش هتفرق كتير انا كل اللي عملته ان كان ليا حق واخدته ولا انت ولا مليون شبح ولا جن ازرق هتقدروا تحرموني منه